عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصراط، فما استنارت القلوب والعقول بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الذكر نور العقل وحياة النفوس وجلاء الصدور. الذكر ما هو؟ كل الألفاظ يطلق عليها ذكر. المقصود من الذكر ما هو؟ لا إله إلا الله ذكر، سبحان الله ذكر، الحمد لله ذكر. لكن هل الأذكار كلها إذا اجتمعت كذكر اسم الذات يعد بعضهم؟ اسم الصفات كاسم الذات، هنالك فارق بين ذكر اسم الصفات واسم الذات؟ العليم، الكريم، الحليم، أسماء، ولكن هذه أسماء الصفات. اسم الذات كم اسم؟ علو الله واحد. اسم الذات واحد، واسماء الصفات 99 اسما. إن لله 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة. التسعة وتسعين أسماء الصفات والاسم الواحد اسم الذات. هل تقدم الصفة عن الذات؟ إذا قالوا عني طويل، قصير، سمين، نحيف، كل هالأسماء تغني عن اسم الذات؟ اسم الذات لا يتغير ولا يتبدل، فسبحانه وتعالى 99 أسماء الصفات اسم واحد اسم الذات. وهو ألطف اسم وأقرب اسم. ومن استمر عليه وجد فيه سعادة الدنيا والآخرة.
اسم الذات، شو اسم الذات؟ الله. إذا ذكرت أنا ثلاث ساعات بأسماء الصفات بيعادلها نصف ساعة باسم الذات، وكل مخلوق لا تقدم الصفة على الذات، فكيف بالخالق العظيم هل تقدم الصفة على الذات؟ الذكر نور العقل وحياة النفوس وجلاء الصدور. بيمر على الإنسان أحيانا ومداية صدري ما يعرفان شو صاير بي. أنا بجيني ناس بيسألوني هذا السؤال، جواب واحد ما بيتغير، اشتركوا برنامج الله 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 5 دقائق 10 دقائق 4 ساعة 3 ساعة نص ساعة، إذا بيتم بيجي حاسموني. وهل يمكن أن يولد مع الله عز وجل آلام نفسية أو آلام جسدية يمكن أن نجدها مع اسم الله؟ لا يمكن. إذا وجد اسم الله عز وجل يصرف كل الصفات الحسية والمعنوية. الذكر نور العقل وحياة النفوس وجلاء الصدور. عندي فحص كل دراستك تعها جانبا، وقبل ما تروح الفحص عود نصف ساعة قول الله 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 الله، بتروح الفحص بتلهم الجواب على السؤال. أنا كنت عم بدرس بالكلية، فدخل أستاذ المادة قبل ما ندخل لقاعات الفحص همست بإذنه الأسئلة، قال لي شلون؟ والله لقيت حالي تعبان، منتني نص ساعة وشفت الأسئلة كاملة. صح، قال لي أنا ما بعرف، فكتبت الأجوبة ونجحت. أنا قبل ما أنام عاد ذكرت الله نصف ساعة، قلت له أنا بدي أقدم الفحص تنفيذ أوامر، أما أنا بعد فحص عندك أنت. فألهمت الصواب عند الجواب. الذكر نور العقل، الذكر نور الحياة، الذكر نور النفوس، الذكر جلاء الصدور. يعني لا يخلعه دائما الحياة ما عرفان شو صاير له يعود تذكر الله نص ساعة، وما ذكر الله ما بده تعليم
الله 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 الله. سواء اللفظ جهري أو اللفظ سري، إنسان يذكر الله ويكون له الفشل في الحياة، يمكن هذا؟ أنا ما أظن. لكن لله ويكون له الفشل في الحياة؟ لا يمكن. فذكر الله مفتاح العقول، وذكر الله حياة النفوس، وذكر الله جلاء الصدور. فذكر الله المفتاح لكل علم موجود في العالم. هنالك علوم لا يمكن الوصول إليها إلا بالدراسات، كعلم الطب. الذاكر لله يتعلم علم الطب بدون ما يفتح كتاب. ذكر الله مفتاح القلوب ومفتاح العلوم ومفتاح الحياة. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. الآية فيها جواب القسم، القسم والله لتركبن طبقا عن طبق. لقد أورد أهل التفسير لهذه الآية معان كثيرة، البعض منها: لتركبن أحوالا بعد أحوال. فهل للإنسان حال ثابت بحياته، أو يأتي حال السرور ويأتي حال الانعكاس ويقع الإنسان في حيرة؟ إذا مر حال الانعكاس، كيف يستطيع الإنسان أن يصرفه؟ أحيانا إذا جاء حال الانعكاس يدأمع ما بيتحرك. فإذا غمضت عيوني وذكرت الله 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 الله، فهل الله قادر أن يصرف الحال ويأتي بغيره؟ شوف رأيكم، إذا الله قادر، في هل هنالك أعظم ذكر اسم الله؟ 99 أسماء الصفات والواحد اسم الذات. فاسم الذات بيغطي كل أسماء الصفات. إذا بدأنا باسم الذات وانتهينا باسم الذات، كل الصفات بتنزل تحت عنوان اسم الذات. في الشدة بعضها أرفع من بعض، وفي الموت وما بعد الموت من مواطن القيادة وأهوالها. هل يسهل على الإنسان إذا نزل في قبره انكشفت الأشعة، طالعت لك أعمالك من 50 سنة، فرج، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
كل الأعمال إذا وجدت في ميزان فيفوق كل الأعمال اسم الله 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 الله. كل أعمالك الحسنة والسيئة إذا جمعت يغطيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذاكر يجد الدنيا من البداية إلى النهاية كأنها لقمة بيده. الإنسان الغافل يجد صعوبة بالوصول إلى الدنيا، فكيف بالوصول إلى الآخرة؟ بالوصول إلى الدنيا يجد صعوبة، فكيف بالوصول إلى الآخرة؟ أصعب وأشق على صاحب العمل. فالمفتاح البدائي والمفتاح النهائي أن يكون للإنسان ظرف، ظرف مكان بلا ظرف زمان، ظرف المكان أن يكون مكانه محدود مع الله عز وجل، ظرف الزمان أن يكون الزمن من البداية إلى النهاية مع اسم الله 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 الله. فهل يمكن الفشل لمن يذكر الله تعالى في أي موضوع في الحياة؟ يمكن أن يكون الفشل بإنسان ذاكر الله تعالى؟ النجاح حتما لكل أمور الحياة، وإذا وقع المنقذ له الله. فالذي يكون المنقذ له الله كيف يجد صعوبة الحياة؟ عم نشوف صعوبة الحياة، صعوبة الحياة تكاد أن لا تطاق. كل منا يعاني من صعوبة الحياة، وصعوبة الحياة جزء بسيط من الحياة. إذا وجد بكر اسم الله 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 الله، أين بقيت صعوبة الحياة؟ يجد الصعب سهلا، ويجد كبير أمامه صغير، فيختار الله له أن يرى كل الأشياء وضيعة أمام عظمة الله عز وجل. فهل من أمر صعب يكون في هذه الحياة وذكر الله موجود؟ أي صعوبة يمكن أن تكون في الحياة مع اسمه سبحانه وتعالى؟ يروى أن أحدهم سأل شيخه أن ينصحه، فقال الشيخ: عليك بخمس، إذا بتحافظ على الخمس فتكون أسعد الناس. فالشيخ يجب أن يكون ناصحا، بس حط الصفات الخمس، لازم يتمسك بالصفات الخمس. قال له: هات لنشو عطينا أول واحدة مولانا.
أنه عليك بذكر الله تعالى، هي أم الوحدة. بدك تكون سعيد عليك بذكر الله تعالى. العطينة الثانية أنه عليك بذكر الله تعالى فقال التلميذ هذه واحدة يا شيخ، يا شيخ هي التنتين واحدة. فقال له أي ذكر الله تعالى؟ فقال الشيخ بل هي خمسة. قال وكيف؟ أول مرة أذكر الله، ثاني مرة أذكر الله، ثالث مرة أذكر الله، رابع مرة أذكر الله، خامس مرة أذكر الله، الخمسة وحدة. أدعو لا، أدعو كل وحدة إلى محل. احكينا. قالوا الأولى فتح، ذكر الله أول مرة فتح، والثانية شرح. إذا عندنا فتح وشرح، مين منكم عم يدور على الفتح؟ لك دخيلكم أنا عم بذكر الله ساعتين ثلاثة بس بتشوف الفتح ما عم تشوفه. قال له الأولى فتح لا تنغر فيها، والثانية شرح لا تغوص وتقول أنا أجاني الشرح وصرت أفهم، والثالثة طرح، والرابعة جرح. ما في شيء. والخامسة رضا ومنح. المفهوم من الخمسة يعني يجب على الإنسان أن يكون دائم الذكر لا ينقطع، دائم الذكر لا ينقطع، يعني بالأربع سنين ساعة. شيخي بدي أذكر الله قديش؟ أدو بالأربع سنين ساعة، أربع سنين ساعة. هذا شيخي والله صعب. الحب يجعل الصعب سهلا، الإيمان يجعل الصعب سهلا. شو بنسوي الصعب سهل؟ يمكن يا ترى تعلمونا نسوي الصعب سهل؟ قال إذا بدأت أن تذكر اسم الله 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 وهيمن عليك اسم الله، ما عاد تحسن تتخلى عن اسم الله ولا بحال. المروحة ممنوعة، واللي بدها تهوي تطلع لبرا. كيف تستطيع أن تذكر الله الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لا تنقطع، وتعتقد أن الخامسة الخامسة فيها رضا ومنح؟ يا ترى إذا قلت أنا الرضا، شو هذا الرضا؟ إجا شوب أنا عرقان، مصعب علي حتى مروح لحالي، شغل على البطارية حتى ما تنقطع، ما بحط مروح لحالي،
أنا واحد من حكايتكم. أميسي هلا يمكن إذا انعصى بجيب مي. شوف هذه أنا لحالي أو على الجميع؟ طالما الكل وقعوا بالحر وأنا بالحر، فكنا مثل بعضنا البعض. مين يميز حاله عن معلمه؟ كنا مثل بعض. لكن الرضا بيجعل الإنسان ما يشعر لا بالحر ولا بالبرد. واحدة ثانية، إذا رزق العبد الحب لله وكان على يقين بأن هذا المجلس ليس فيه إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وين عاد الحر؟ وين البرد؟ يلي شاعر بالحر دخلكم بده مروحة، قل نار جهنم أشد حرا. نار جهنم بعيدة عنا. إذا كان نحن في بيت الله بدنا كل شيء على كيفنا، وين صبي محبة الله عز وجل؟ وهل الإنسان مع محبة الله عز وجل يشعر بالحر والبرد؟ ما بعرف. إذا رزق العبد محبة الله عز وجل، هل يمكن أن يشعر بحرارة وبرد؟ صار الجو طبيعي بتموز وآب، الجو طبيعي بتشرين قوانين، الجو طبيعي. أليس هذا الجو بتخطيط الخالق العظيم؟ هو ما عنده خبر. شو رأيكم؟ هل الخالق العظيم هو الذي أوجد لنا الحرارة والبرودة حسب الأيام والأزمان؟ فإذا كنا نحب الله عز وجل، كيف نشعر بالحرارة والبرودة من طرفه؟ معنا سفر على الجبال، التلج، ارتفاع سيارة شحن، واحد منهم سيارته تعطلت، متصل احتريها أنا بالأمير في الباص، ما أمشي. صاحب سيارة إليك ما برزت، شو هذا برد؟ واحد بذكر الله بشعر بالبرد، واحد يكون مع الله بشعر بالحر، واحد جاي لبيت الله بشعر ببرد وحر، وين جايين احنا؟ يلي جاي يعمل سيران بيدور على البرد وشو، اما اللي جاي بده الله، هل يجب علي ان افكر ان افرق بين الحر والبرد؟ اذا قلت الهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وانصف الحر وانصف البرد وانصف الحياة كلها من أولها لآخرها، إذا كان العبد مع الله عز وجل هل له شعور بالحر والبرد؟ هل له شعور بالغنى والفقر؟ هل له شعور بالجوع والعطش؟ إذا كنت مع الله فتجد الله معك، كل الأشياء طبيعية، الحر طبيعي والبرد طبيعي والشوب طبيعي والهوايا طبيعي، فضل الله في شيء صعب على فضله وكرمه وعطاه وإحسانه، فأنا بدي أعترض على الله، يا ربي إذا جبت لنا الحر مراوح ما عنا، مكيفات ما في، ليش جبت لنا الحر؟ معنى هيك يعني أنا متضايق من الحر تبعك يا ربي،
أشهدك على نفسي أني راضي. لو اشتعلت النار من فوقي وتحتي أنا راضي، أنا بدي أنت تكون راضي عني. فالذي يفكر برضا الله عز وجل بشعر بحر وبرد، الذي يغيب عن وجوده في وجود الله عز وجل بشعر بحر حر وبرد. الخامسة رضا ومنح، الرضا بكل ما يأتي، بكل ما يأتي الرضا. والذي يعيش بالرضا كل عمره ما بمر عليه ساعة آلام، كل عمره. واحد بده عملية ديسك، قال له للطبيب تفضل العملية. الطبيب عمل العملية، ثاني يوم جاء عنده عم يسأله، قال له انت ساويت كيت 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 كيت، قال له شو انت شايفني؟ قال له كان شو انا مفكرني مغمض عيوني؟ قال له انت طبيب على وجهك وانا عم اشتغل بالبخارات؟ قال له انا عم اتفرج عليك وانت عم تشتغل بالبخارات. انا شايفك شو ما حطيت ايدك على الفقره الفلانيه، بعدين مر عليك خاطر نقلت الفقره الثانيه اللي ببدا منها وانا نازل. المريض عم يبتلع على خاطر الطبيب، وين باعوها؟ الذاكر لله يعطيه الله أن يرى الأشياء ومغمض عيونه. في شيء خبى على الله، لو عدت غرفة سكرت الجلايل والبواب والشبابيك وعدت غرفة لحالي، هل الله يراني؟ وهل يمكن أن يغيب عنه الحيضة بالأربعة وعشرين ساعة؟ أو هو يراني بالأربعة وعشرين ساعة حيث كنت؟ إن أكثرت من ذكره فيكون راضي عني كل الوقت، وإن أقللت من ذكره فلا يمكن أن لا أصل إلى الرضا المطلوب. أستاذي أنا اليوم قريت خمس أجزاء، إيه الله يعطيك العافية، لكن فهمت أنا ثلاث آيات بمعانيهم كذا كذا. يا ابني والله استعاذي، أنو أول؟ الأولانية أحلى من الثانية، يلي بده الأولانية يدور عليها واللي بده الثانية يدور عليها. الذاكر لله يعطيه الله من خيري الدنيا والآخرة، والقارئ يعطيه حتى ما قرأ. هذا فارق بين الذكر والقراءة. وكل الأعمال الموجودة في الحياة على مستوى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلأنفسكم. أنا نظري الذي يذكر الله خاليا فهذا أحسن لنفسه، والذي ينغر
كل الأذكار هذا بحث آخر. قال أما الفتح فلولا أن فتح الله على قلبك لما شممت رائحة الذكر. أما الفتح هون في سر خفي راح أعطيكم إياه. بدأ بالذكر والخامسة الرضا والمنح. الرضا والمنح يأتيه الفتح. بدأ لكم هلأ بالفتح. الفتح إن فتح الله على قلبك شممت رائحة الذكر. وإذا واحد شم بالغرفة رائحة المسك يتمنى تروح، فإذا الذاكر وصد أن يخرج منه رائحة المسك، هل يستمر أو ينقطع؟ لكن هي بالنهاية، بالنهاية مما دخل عبد ذاكر قال والله عندك ريحة طيبة، والله ما حط طلعت ولا حط فيه نبدل بين ريحة طيبة. أنا تاري رائحة الذكر تفوح في المكان الذي ذكرت الله فيه، وكل من دخل يشم رائحة الذكر، رائحة الورود، رائحة العطر. رائحة الذكر هي أطيب من كل الورود الموجودة في العالم. أما الفتح فلولا أن فتح الله على قلبك لما شممت رائحة الذكر. إذا واحد شم الريحة زنبقى أو في الليل شم ريحتها يتمنى يرميها أو بيخليها كل خمس دقائق بيعمل لها شمة. فالذي شم رائحة الذكر هل يستطيع أن يتخلى عن الذكر؟ بالأربع وعشرين ساعة خمس دقائق بحسين الذاكر لا يغيب عن الله طرفة عين. والقرآن علمنا وصف الذاكر. أنا بحبش في القرآن ما وجدت الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكما قليلا موجودة بالقرآن شيء. والله أن دوت أخوة القرآن ما لقيتها، سألت عدد من حفاظ القرآن أهل ما موجودة اذكروا الله بكما قليلا ما في في اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالكثير بالنسبة للأربع وعشرين ساعة أديش؟ أنا رجعت أهل العلم قال الكثير معظم الوقت التدن يعني الأربع وعشرين ساعة أطمعش فيها كثير أو قليل. قال لا 12 وسط، أما 13 كثير. مين منكم بحسن ضبيط ذكرا كثيرا 13 ساعة بالأربع وعشرين؟ إمتى بدنا، إمتى بدنا ناكل، وإمتى بدنا نشتغل، وإمتى بدنا نعيش؟ فأجوا مشايخنا الله يرضى عنهم قال أبي يكفيك بالأربع وعشرين ساعة نصف ساعة صباحا نصف ساعة مساء.
هاي الخلوة. نصف الساعة صباحا الله 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 الله. كنا شباب نحن، أنا كنت شاب زمانها، بتشوفوني هلا كثير صاروا 106 سنوات، كنت شاب. نجتمع نحن شباب، أنا وأخي الشيخ رجاب رحمة الله، كل اللي كانوا معنا راح، كلهم ماتوا مصابيا غير أنا. أنت بدي موت ما بعرف. نقول تعودنا نذكر الله قبل ما ننام، نتوضا، نصلي ركعتين، نمسك المسبحة، نعود نذكر الله، نصطاع قبل ما ننام. ماسكين المسبحة الله 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 الله، ما نشعر إلا عم يأذن الفجر. هذا ذكر الله كثيرا. قطرة من النتائج، أنا من حيث العلم عام كنت أشتغل، أنا إنه الأخ يروح أنت تدرس وأنا أشتغل محلك، فأنا أعيش في العمل، ما أعيش في الدراسة والعلم. يلي بتسمعوه بتسمعوه من جهة أخرى، لما الإنسان بينقطع عن العلم رغم أن به يفتح الله على قلبه ويعطيه من علمه. لا تتغروا بالدراسات ولا تنقطعوا عن الدراسات، لكن إن لم يكن للإنسان حالة قلبية مع الله عز وجل صار وجوده كالعدم وعدمه كالوجود. قال أما الفتح فلولا أن فتح الله على قلبك لما شممت رائحة الذكر. في رائحة الذكر في إحساس، إذا التقينا بإنسان بمجرد ما نقول له السلام عليكم نشعر أنه هو ذاكر أو غافل. رحت على بلد مريت على شيء 20 بياع نوع واحد، فأنا بدي أشتري، ما كان عجبني ولا واحد. بعدين شفت واحد كلهم عم باطلون بالأسعار، صرت لعند واحد قال لي عمه شو بدك تطلب بتاخد؟ تطلب قديش؟ قال لي لا تسألني انت حط السعر وخود. ما بعرف زلمه، وانا بلد غريب. قلت له عمي شو طمعك في عم تبي السعر اللي بدك اياه حطه؟ قال لي يكفيني انك ذاكر. قلت له والله لو لم تكن ذاكر لما علمت اني ذاكر. قال لي انا ابن طريق وانا يوميا عندي برنامج ذكر. اشتو حسينا على بعضنا. الله يرحم اللي قالوا الدبان بيعرف شو اللبان. اللبان بيبقى وشه كله لبان بيوش عليه الدبان. الذاكر كالشمس المشرقة يرى. أنا قعدت في أمريكا أنا وبعض المشايخ الأمريكان، كان يجي السؤال للشيخ السوري ما بعرفون بيعرفوني. بعدين هو اعتذر وخذ السؤال إلي والجواب إلي،
ليش الناس عم تطلب الشيخ السوري؟ لأنه في طعمة تختلف عن طعمة العلم، طعمة الذاكر شيء وطعمة العالم شيء آخر. فالله يكرمكم بالعلم والذكر الذي ينير العلم. قال: وأما الشرح لولا أن شرح الله صدرك بذكره ومجالسته ما داومت على ذكره. ما بتكون الفتح ولا شرح؟ ما داومت على ذكره. والطرح قال: لو أن طرح عنك الإشغال ما ذقت طعم الذكر وحلاوة المناجاة، لكن قطع عنك الأشغال وفرغك له. في أحد منكم متفرغ له؟ هون أنا راتي فتل. والطرح لولا أن طرح الله عنك الأشغال ما ذقت طعم الذكر ولا حلاوة المناجاة. مين منكم ذاق طعم الذكر؟ والله شيخي يعني منذكر الله خمس داعي عشر داعي من مل نترك من أم. وهل يمل من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فنحن كنا إذا عدنا بعد العشاء بنذكر الله ما نحس على حالنا إلا صبح بيقدين، ما ننام صحيانين وعيانين. فأكثرنا من ذكر الله فأعطانا الله من فضله وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا اللي أنتم تسمعوه ثمار ذكر الله، مو ثمار العلم، ثمار ذكر الله. فترى إذا بيطالع منكم ذاكرات، كم واحد بيطلع بيناتكم بالحارة الذاكرات على المستوى يطلعوا طبيعي؟ وين شايف 10 15 20 30 40 ولا واحد ولا واحد بنوب؟ شو صاير لنا بالحارة ذاكرات على المستوى يطلعونا أصابيعهم؟ شايف ما حدا بهالحارة الذاكرات على هالمستوى يطلعوا أصابيعهم؟ ما حدا. بس نغش محالنا أنه نحن نذكر الله نص ساعة وساعة وساعتين ثلاث ساعات. الذكر إذا ما أعطانا ثمار ما صار اسمه ذكر. قال: والجرح لولا أن اختبرك وأمنحك بذكره ما زال عنك ذلاتك لدخل عليك الشيطان وأرجاك حالك أنه أنت صرت مهمان وما شاء الله حولك. كثير بيناتكم مصابين بمرض العجب أنه أنا فهماني وأنا متعلمي وأنا مثقفي وأنا. إذا ما في ذكر الله حتى يخلو قلب الإنسان من كل ما سوى الله، ولم نرى في قلبه إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فعندئذ يكون الإنسان إنسانا. قد بذكري زلاتك بالذكر تذهب زلاتك وأخطائك وتدخل على الله بريء من كل الصفات. وإذا دخل العجب
وشوفوني مين أنا، وأنا بذكر الله، وأنا بقرأ القرآن، وأنا بسم الله ما شاء الله حولي. أنت عم تضمحل وأنت تدري أو لا تدري. قال الرضا والمنح فهو جل جلاله، رضي عنك ومنحك عطاء قلبك وفتح مغاليقك مغاليقه لذكرك، ومن ثم منحك اليقين بذكره. مين منكم وصل إلى اليقين بذكر الله تعالى؟ أنا بذكر الله وأنا على يقين إلا أن يعطيني الله، لكن ما بستعجل على الله وإنه بدي وعطيني وفتحت. صلي بذكر الله شهر زمان ما إجاني فتح، الفتح ما بيجي يكون بيوم. قد الذكر يستغرق 20 سنة ليصير الفتح، لكن وين النوايا السليمة؟ النوايا الذي لم يخطر في البال إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. نتبجح بالكلمات وشوفونا من نحنا وليش الله ما عم يفتح علينا. نلبس الأحمر والأصفر والأزرق والله ما عم يفتح علينا. نمتثل الأمر الإلهي، نلبس الأسود بالصيف والشتاء لستر ما نحن فيه. لا 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 لا، بنلبس أبيض وأحمر وشوفونا من نحنا وليش الله ما عاد يفتح علينا. شلون بده يفتح عليكم وانتم بعاد عن الله؟ فوتوا على باب الله تجدون الفتح. وهل الله بخيل يبخل بالفتح على عبده أو على عبدته؟ هل هو بخيل؟ إذا وجد الكرم من الذي أوجده؟ أليس الموجد هو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الموجد الله، هو اللي أوجد الكرم، هو اللي حط الكرم، هو اللي أعطانا الكرم، شلون بدنا نحن نقول إنه نحن ما عندنا كرم؟ من كرمه وفضله وجوده وإحسانه خلاني أنا أتحرك صار 106 سنوات، أليس هذا كرم؟ وجود الإنسان عم يتحرك أليس هذا فضل إلهي؟ من منا يستحق ما أعطاه الله؟ أعطاك العقل، أعطاك البصر، أعطاك البصيرة، هل أديت لله حقه على بعض نعمه؟ الله ما في. والله لو ذكرت الله ليل نهار طيلة الحياة لما أديت له بعض شكره، لأنني لو ذكرته هو الذي ألهمني أن أذكره. أنا إنسان أعجر، لا عندي شيء ولا بملك شيء، وكل ما ترونه فضل وكرام وعطاء وإحسان منه. أديش بدي أقدم أنا قيم بهذا العطاء الإلهي؟ أنا لقيت حل بحالي إله وسلم خياتي وهو يتصرف بي كما يريد. تتوقع أنه يتصرف بي تصرف غير لائق؟ وقعت بمآزق وكيف أنقذني والله لا أدري، لا أدري كيف كان الإنقاذ. وكل إنسان يصدق مع الله إلا أن يعطيه الله من خيري الدنيا والآخرة. كل إنسان على سطح الأرض إن صدق مع الله يجد الله معه، لكن إذا بدوا على الصادقين والصادقات بيناتكم كم وحده؟
أنا شايف قدامي ألوان، وين الصدق؟ إذا ساعتها صغيرة يعني تطرأ لتكبر بتلبس الأسود، إمتى بدها تكبر؟ أنا خايف الله يصرف عمرها قبل ما تكبر. وكل إنسانة بتزين حالها بتعرقل سيرها، بتصير عمرها 20 و30 و40 ما بتلاقي عريس. كل إنسانة بتضبضب حالها ما بطول أوامي خطوة، لأنه الملتزمة كنا نعلم نروى عليها. فاللي ما عنا التزام شوفوني بالصورة كنا الناس عم يهربوا منها. أنا عم بحكي واقع الحياة ولا أنا عم بخربط؟ فلنرجع إلى الله ولنعلم أن الله معنا في السر والعلن، بالظاهر والباطن، وهو معكم وين؟ أينما كنتم وهو معكم. هو يعلم الأسرار، عندكم أسرار خفية، هو يعلم الأسرار الخفية. ولما يعلم الأسرار الخفية يعطي كل إنسان حسب سريرته، ما حسب ظاهره. حسب ظاهري أرينا كثير وعلمنا كثير وتعلمنا كثير، والنتائج، النتائج أن يكون الإنسان صافي السرير، صافي الروح، صافي العقل، صافي الإدراك، صافي الوعي، وأن يكون كله مع الله عز وجل، يجد الله معه في كل أحواله. والذي يفكر يعني إذا عملنا هيك مو أحلى؟ أنه أحلى الأبيض ولا الأصفر ولا الأحمر ولا السقلمة؟ أنه أحلى شيء؟ أجمل الأشياء أن تلقاه مع رضاه، هي أجمل الأشياء. وإذا فكرنا برضاه، يا ترى يلي سمعتوا اليوم كلكن عاملين ومطبقين؟ سؤال واحد سأل ما حدا جاوبني، كلكن ما حدا جاوبني. لو وجد ذاكر حقيقة لأجاب بكل صراحة بكل جرأة. قلة الذكر عم تجعلنا نكون أغبياء، ما عم ننطلق بالحياة. فالمفتاح لكل العلوم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني بذكر الله بتعلم الطب، بتعلم الهندسة، بتعلم الميكانيك، بتعلم الحياة، بتعلم المستقبل، تعلم الدار الآخرة. الذاكر لله يتعلم كل ما في هذا الكون. والغافل عن الله عز وجل لا يجد في هذا الكون شيء، كله اضمحل، كله راح. وانتوا اليوم عم تسمعوا، من عمل فلنفسه ومن تهاون إلي لما أعده. شو رأيكم؟ التهاون إلي ولا إلكم؟ من عمل فلنفسه ومن استهان فلنفسه. بكرة بيحصد الزرع الذي زرعه. علوم الدنيا من أولها لآخرها ما بتساوي ذرة أمام ذكر الله 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 الله، لأن الله يملك علوم الأولين والآخرين وعلوم الدنيا والآخرة. فالذاكر لله يستطيع أن يجمع علوم الدنيا والآخرة. واجعل الله سبحانه وتعالى لسانه طليق يتكلم بطلاقة، ما بيتعلم
أذكر الله هو مفتاح كل خير، والغفلة عن الله مفتاح لكل شر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.